ايه يا وطن؟ ايه اللي نابك؟ ليه يا وطن في لحمنا نابك؟ عشاق عيونك ليه تغميهم؟ ايدين شموعك ليه تطفيهم؟ وحنينينك ليه تقسيهم؟ ليه اللي غزلوك في المصانع واللي زرعوك في الغيطان واللي كتبوك في الشوارع على الحيطان تشطب اساميهم؟ ليه يا وطن؟ سفنتك راحة فين يا مصر؟ وليه يا مصر سكانها ما سألوش السؤال دول؟ مع انك بتتميلي وحواليكي 200 نوة، وشعبك في الشقا غرقان، وسمك القرش والحيتان بيتقسموا سوا دمه وقبطانك ولا همه، وبحارة خلاص هيوصلونا القاع بنفس اللحم والايقاع، ونغرق جوه سفينتنا ومش لاقيين فنار او بر، وللقاع السفينه كلها تنجر، ولما نضيع ندور على اللي كان سايق وكان سكران ومش فايق بنلقاه فر، كده بننضر، كده كل الوطن بيروح، كده لازم يسوقها نوح، كده يا روح ما بعدك روح، وهسكت ليه وانا